عمال المجاومة، الفئة الأكثر تضرراً من تداعيات جائحة كورونا، بعدما أثارت الإغلاقات المتكررة وأثرت أيضاً ساعات الحظر الجزئي والشامل على أرزاقهم، خصوصاً وأن قوت يومهم يرتبط بما يعملون به يومياً. المزيد في هذا التقرير. والبني آدم زي عمال يومي المحوش، أقول لك يوم بيوم بيشتغل، مضيع مصاري قاعدة. اشتغلت هيك أكلت، ما اشتغلتش نام بالدار. حال علي كحال مئات الآلاف من عمال المياومة الذين باتوا يؤنون تحت وطأة جائحة كورونا، بعدما أثرت عليهم الإغلاقات المتكررة وساعات الحظر الجزئي والشامل، خصوصا وأن ذروة أعمال معظمهم تتقاطع مع إجراءات الحظر ومواقيت إنتاجهم، فكيف تم تعويضهم؟ من يوم ما صارت عملية الكورونا هاي احنا دمرنا كلياتنا، يعني الشاطر صار يخسر مصري، يعني لا حدا معطينا دعم، لا حدا معطينا إشي. طبعا دعم عمال 154 ليره شو طلعنا فيهم؟ ولا شيء، راح كلياتهم هيك، لا تكافل ولا اي شيء من المعونات اخذناها. كل ما نراجع الدائره الحكوميه اول شيء بقول لك ما فيش، بيطلع الكاش بيطلع الكاش، على اساس طبعا راتبي 200 ليره. انا عامل مياومه، يعني اذا بشتغل باليوم بعيش، بشتغلش باليوم بعيشش، يعني الوضع متدمر كثير، وحضر الست ايام مش مستفيدين منه من مره. ولا للسبعه ولا للثمانيه، عم يفضفونا وريحونا بس، اكثر من هيك ما بدي. وغير هيك يعني البلد انت شايف كيف وضعها، السيارات ما فيها تمشي، لك ساعة بتصور فيه وسيارات ما فيها. ورمضان جاي على الابواب الله يعين الناس، بس دعم يومي ولا ما طلع ليش ولا اي شيء الدعم. ما فيش ولا شيء، ولا اي جهة أخرى أخذت منها اي شيء أو أعطونا اي شيء. وكان الوضع صعب جدا جدا. وبالموضوع بالنسبة للوضع الحالي الموجود حالي قبل رمضان، الوضع كمان صعب كثير كثير. في الشغل قاعدين، يعني أنا بشتغل أسبوع وبقعد شهرين مقابله، يعني الوضع بالمرة تعبان، ولا تلقيت دعم من أي جهة ولا من أي حدا، ومكسور علي إيجار بيت وكهرباء والكهرباء مقطوعة عني، والله بعلم يعني الشغل ما فيش. يعني هاي بداية الشتوية يمكن صرنا أسبوعين بنشتغل بس فقط لا غير، وهي رمضان على الباب وما فيش. الواحد قاعد بفكر منين بده يمشي برمضان، يعني الواحد صار يدين من هون ومن هون، تراكم دين عليه، صارت الكل بده منه مصاري وكهرباء وجار دار ومي، ويعني الوضع معساة يعني لدرجة لا توصف. عام مر على الجائحة ترك أثرا كبيرا على الجميع، لكن الفئة الأكثر تضررا هم عمال المياومة الذين يرتبط مصدر رزقهم بالعمل اليومي، وهم اليوم يناشدون الجهات المعنية لإنصافهم، خصوصا وأن كثيرا منهم لم يتلقوا أي دعم مادي من أي جهة حكومية، فيما يقول البعض الآخر بأنهم تلقوا نحو 160 دينارا لمرة واحدة فقط.